ما له علاقة. السؤال الثاني المهم شلون تصير مشهور. طبعا السؤال أنا شلون تصير مشهور في السماء فوق عند الملائكة عند رب العالمين ما نبي الأرض. الأرض قلنا أن الشهرة في الأرض ما تزيدك شيء ما له علاقة ولا لكن الشهرة في السماء شيء ثاني. شلون أنا أصير إنسان مشهور في السماء عند الملائكة عند هالمخلوقات الكبيرة يكون اسمي معروف هناك؟ شنو أقدر أسوي عشان رب العالمين يعرف هذيل أنا منو وأنا شنو؟ طبعا إذا الله سبحانه وتعالى شرك هناك معناته أنت إن شاء الله تكون خوش وقت. أول عمل أنا راح أذكر أعمال سريعة. أول عمل آسف على الكحة الزايدة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو قيام الليل بس شوف الحديث ها. الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه على الطهور. هذا يعني اللي يقوم يكون نايم ويقوم ودايخ بطل عين ومغمض عين يا الله شايل نفسه من الفراش من شلع يروح يتجدد وعليه طبعا عقد من الشيطان انه يبي نومه. هو كل ما غسل ايده وغسل وجهه انحلت عقده يعني نشط 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 لين يتوضى كامل يعالج نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم. يعالج نفسه يعني تكلف ويجاهد نفسه مسكين دايخ يروح الحمام يغفي ويرد. تعرفون هذه اللي تصير مرات انه واحد حده هذا كله قايم بس عشان يبي يقوم يصلي له ركعتين ويدعي ربه سبحانه وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى للذين وراء الحجاب الملائكه اللي قريبين انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني. كل هذا اللي قاعد يسويه وهالعبالة والتكلف والمشقة والمغمضة عشان يسألني بيطلبني يبي شيء عنده حاجة. ما سألني عبدي هذا فهو له ما سألني عبدي هذا فهو له. شو رأيكم؟ خلاص الله قاعد يقول حق من وراء الملائكة يقولهم شوفوا عبدي فلان. طبعا أنت كان الملائكة ما يعرفونك لكن بهالحركة اللي سويتها اللي هي قيامك لليل عشان تسأل الله سبحانه وتعالى الله عرف الملائكة اللي وراء الحجاب اللي عند العرش عرفهم أنت منو وش قاعد تسوي وش اللي تبي وأشهدهم أن أي شيء تطلب من الله سبحانه وتعالى بهالليلة في صلاتك هذه الله سبحانه وتعالى راح يعطيك إياها. هذا العمل الأول قيام الليل المجاهدة فيه عسى ربي يقدرنا.